بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الثالث ابتدائي، كنا قد أخذنا القسم الأول من درس آداب الكلام، وأخذنا أدبين مهمين من آداب الكلام، الأدب الأول الصدق في الحديث، والأدب الثاني الذكر. الآن نكمل لكم آداب الكلام. افتح كتابك على الصفحة 27. الأدب الثالث هو الصلاة على النبي. يجب علي أن أذكر مواطن، يعني أوقات تشرع فيها الصلاة على النبي. يعني أول شيء عند ذكره، يعني كلما ذكر أو سمعت شخص يذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم يجب علي أن أقول صلى الله عليه وسلم، أصلي على النبي قائلا صلى الله عليه وسلم. أيضا يطيب الذكر في يوم الجمعة وليلتها. ثالثا عند دخول المسجد وعند الخروج منه، أول دخولي للمسجد، أول ما أضع قدمي في المسجد أقول اللهم صل على سيدنا محمد، وكذلك عند الخروج منه. الدليل على ذلك قال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. يعني الذي يصلي على النبي مرة واحدة سوف يكافئه الله بأن يصلي عليه عشرا. الأدب الرابع، تبع معي عزيزي الطالب، الكلام الطيب، يعني الجميل الحسن، القول الحسن. إذا عمل لي أحد معروفا فأقول له جزاك الله خيرا، أكافئه بالكلام الطيب، الكلمة الطيبة صدقة يا شباب. نعم طلاب الصف الثالث، إذا أساء لي زميلي لا أرد بكلام سيء، لا أرد الإساءة بكلام سيء. إذا رأيت إنسانا على خطأ أنصحه بكلام طيب بأسلوب راقي حتى لا يحدث بيننا شجار. ما الدليل على ذلك؟ الدليل يا شباب، تبع معي ضمن هذا المستطيل، قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني عليك أيها المسلم إذا كنت تؤمن بالله واليوم الآخر أن يكون كلامك كله خير، أو أفضل لك ألا تتكلم. الأدب الخامس، تجنب الكلام المحرم. يعني ما أقول شيء محرم يا شباب، طلاب الصف الثالث، لا أذكر عيوب الآخرين ولا أسخر منهم، يعني ما أستهزئ بأحد ولا أغتاب أحد. وأي شيء أصعب من الغيبة والنميمة؟ قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. الآن ننتقل إلى الصفحة 28، إلى النشاط. كيف يسلم المسلمون من لسانه؟ لا أكذب، لا أشتم أحد، ولا أستهزئ بأحد، لا أغتاب أحدا. الآن نأتي إلى النشاط الثاني. جلس خالد مع بعض زملائه في الفسحة، يعني في الفناء، وكانوا يتحدثون على زميلهم ناصر في غيبته بأنه مهمل في دروسه. نعم، فأخبر خالد ناصرا بما قالوا عنه فساءه ذلك. أكمل فراغ بالكلمة المناسبة. تحدث الطلاب على زميلهم ناصر في غيبته بما يكره، يسمى تحدث يا شباب، يسمى ماذا؟ يسمى غيبة. الكلمة الأخيرة في الفراغ الأول. نقل خالد إلى ناصر الكلام السيء الذي قيل فيه، يسمى ماذا؟ الكلمة الأولى هي الصح، نميمة. بهذا نصل إلى نهاية درسنا لهذا اليوم. أوصيكم بحل الواجب، التقويم صفحة 29 و30. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.